يا صباح الفل والجمال على حضراتكم، واهلا بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وصباح جديد، وان شاء الله ساعه ونص هنكون موجودين فيها مع حضراتكم، واكيد مواضيع واحداث يمكن على مدار ال 24 ساعه اللي فاتوا كتيره جدا، واهمها طبعا النهارده واجتماع اتحاد الكوره، واكيد هنتكلم فنيا عن مباراه الاهلي واسرن. عندنا تفاصيل كتيره النهارده، ساعه ونص هنكون مع حضراتكم انا وزميلتي طبعا ونجمه النجوم وصاحبه الاطلاق اشيك واحده في الوسط الفني والرياضي وكل الاوساط، يعني مريهان عمر. صباح الفل عليك. صباح الخير عليك يا يحيى، وطبعا انت عارف ان ده العادي بتاعي، بس انا بقيت احسك بعد ما بقول الكلام بقيت اللي هو ايوه طيب مش واثقه قوي. صباح الخير عليكم مشاهدينا، حلقه جديده وحلقه نهايه الاسبوع باذن الله، كده يكون ويك اند حلو علينا كلنا، ويحيى ياخد التان اللي هو متعود عليها، والدنيا كلها تكون رايقه. ايه لابس اخضر؟ لابس اخضر، والبليزر ده يعني بيعمل مشاكل، يعني ممكن يولع في الاستوديو، فربنا يستر، تاريخه مش احسن حاجه. ان شاء الله طبعا النهارده هنكون بنتكلم في مواضيع كتيره جدا، يعني الحالة على الساحة الكروية فيها أحداث كتيرة وملفات كتيرة مفتوحة، وطبعا النهاردة زي ما كان يحيى بيتكلم أبرزها القرارات اللي هيتم طبعا إعلانها من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اللي ممكن يكون مثلا على الساعة 4 بيبدأ بقى فعلا يظهر كل القرارات المنتظرة والمرتقبة المتعلقة بملفات كتيرة لسه معلقة في التوقيت الحالي للأسف فيما يتعلق بكرة القدم المصرية. حلقتنا أكيد فيها أخبار كتيرة، خلينا نبدأ. طبعا الحالة اللي موجودة في الشارع المصري بتتعلق وضع الكورة والأحداث الكتيرة والحالة اللي فيها عدم استقرار على المستوى الإداري والفني بشكل عام بنمر بيها في الفترة اللي فاتت، كمان المتعلقة بمنتخبنا الوطني واتحاد الكرة والأزمات المستمرة في الكرة المصرية. ناس كتيرة محبطة مش بتتابع بقى الكرة، وبقى فيه خلاص الأخبار الكتيرة لو أنا هبطل أكون بشجع، أنا مش هبقى مهتم، أنا هركز مع النادي بتاعي بس. ولكن ده مش عايزينه يفصلنا بقى إن في رياضات تانية غير الكرة الأبطال المصريين بيحققوا فيها إنجازات طول الفترة اللي فاتت، وبنتكلم على إنجازات على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي كمان أبطالنا بيقدروا يحققوها. امبارح قدر محمد السيد لاعب منتخبنا الوطني للسلاح ان هو يفوز بالميداليه الذهب في بطوله افريقيا للسلاح السيف المبارزه اللي كانت بتقام في المغرب، بعد الفوز كمان على لاعب منتخبنا الوطني احمد السكري بنتيجه 13-9 في النهائي، وكان كمان محمد السيد حقق الفوز على بطل ساحل العاج في نصف النهائي بنتيجه 15-10 عشان يكون بيتاهل للنهائي، وقبلها اكتسح كمان اللاعب الجزائري جاك رافائيل بنتيجه 15-6 وفي ربع النهائي كمان بنتكلم على نتيجة قدر يحققها يعني في ربع النهائي. أبطالنا المصريين بيحققوا ميداليات يستحقوها ويستحقوا كل الاهتمام والتقدير، إن احنا في الفترة اللي فاتت بنحاول على قد ما نقدر طبعا نكون بنسلط الضوء على كل الرياضات، وخصوصا كمان الرياضات الفردية اللي أبطالنا فيها بيتألقوا وبيعملوا مجهود كبير جدا جدا، لازم يكونوا بيحظوا بالتقدير الكافي، تقدير معنوي ومادي في الفترات اللي جاية. خلونا برضو نبارك لواحد من أبطالنا ونجومنا اللي بيتميز كمان هو صغير في السن وطموحه كبير جدا جدا، محمد السيد لاعب منتخبنا الوطني للسلاح. صباح الخير عليك ومبروك. صباح النور. لا اصحى كده، ده انت نايم خالص. انا مش عاجبني تون صوتك ده، مش تون صوت واحد واخد ذهب يا محمد. ده احنا ما تحرجناش، احنا صحيناك جدا. التوقيت ماشي. مبروك يا محمد، ودايما بنقول ان ممكن كره القدم بتبقى واخده الجانب الاكبر، ولكن ابطالنا ونجومنا في باقي الالعاب اكيد بيبقى لازم عليهم سبوت ولازم يلاقوا الدعم المعنوي زي ما بتتكلم مريهان والدعم المادي. بنبارك لك على الذهب، واحكي لنا كده الكواليس والتفاصيل عندك شكلها عامل ازاي؟ هي البطولة بصراحة يعني أنا بدأتها بداية مش موفقة خالص. دول المجموعات كان عندي 5 ماتشات، كسبت 3 ماتشات وخسرت ماتشين، ودي حاجة يعني المفروض ما تحصلش. اضطريت إني في دور بدأت دور ال 32، لعبت لعيب من ليبيا كسبته 15-4 تقريبا. بعديها في دور ال 16 بقى ده كان يعني ارخم ماتش عشان انا في المجموعات اديت وحش، فاضطريت اني اقابل اخويا معايا في المنتخب لعيب مصري في دور ال 16، فدي كانت حاجه صعبه بالنسبه لي الصراحه. الماتش ده خلص 14-12، كان يعني ماشي السكور قريب قوي، ده كان ارخم ماتش الصراحه بالنسبه لي. بعدين في دور الثمانية بقى لعبت لعيب جزائري كسبت 15-7، بعدين في دور الأربعة كسبت
لعيب من كوت ديفوار، وبعديها في الفاينل لعيب مصري تاني. الصراحة البطولة يعني كانت مش أسهل حاجة، بس الحمد لله قدرت ناخدها. يعني احنا بنتكلم على بطوله مش اسهل حاجه على حسب كلامك، وانا متاكده من ده. يعني احنا من فتره قصيره كنت معانا في اون تايم سبورتس في التوقيت بتاع اولمبياد طوكيو، وكنت محقق فيها برضو نتيجه مميزه. فانت متعود على المحافل الدوليه، فبنتكلم على تنافس كبير انت بتتعرض له، وكمان بتلعب مع لعيبه اكبر منك في السن، وبتقدر انت تكون بتحرجهم او تحقق الفوز عليهم. فكلمني بالنسبه لك كده الفتره اللي جايه من بطولات دولية هتكون بتشارك فيها، وإلى أي مدى بتستفيد كمان من البطولات اللي بتشارك فيها حتى لو على المستوى القاري، اللي أكيد بتكون بنسبة يعني أضعف مقارنة بالبطولات الدولية. هي بطولة أفريقيا بتكون أضعف، بس هي بتكون أعلى بطولة في الموسم بكتسب منها نقط عشان أتحسن في التصنيف الدولي. يعني أنا الحمد لله بعد البطولة دي هكون أنا دلوقتي في صنف 11 على العالم كبار. انا لسه بلعب تحت 20 سنه، بس انا دلوقتي مصنف ال 11 على الكبار. ان شاء الله بعد البطوله دي هكون الثامن او السابع. ده بيحسني في القدرات اللي بعديها ان ماتشاتي هتكون اسهل، بلاعب لعيبه اضعف. هو خلاص الموسم بيخلص قدامي، بس بطوله دوره الالعاب البحر المتوسط كمان اسبوعين، بعديها بطوله العالم هتبقى في مصر ان شاء الله. هم دول خلاص يعني الموسم بيفنش عندنا. ان شاء الله يفنش على خير، وان شاء الله تكون بتتقدم كمان في جدول الترتيب او الرانكينج الدولي في الوقت اللي جاي. بنشكرك وهنسيبك تكمل نوم، لان واضح ان انت يعني مش معانا خالص، بس بطل من ده، وحقك طبعا تكون بتستريح، وباذن الله كل خطواتك اللي جايه تكون بتتالق فيها. لاعب منتخبنا الوطني للسلاح وبطل افريقيا محمد السيد كان معانا عبر الهاتف بعد تحقيقه الميداليه الذهب، ولازم برضو نكون حاطين في الحسابات ان كانت على حساب واحد مصري، فعندنا واحد مصري كمان كان بيتنافس معاه في المباراة النهائية. بنتمنى أكيد كل التوفيق لأبطالنا المصريين في كل الألعاب، ونتكلم ونروح للحدث اللي الناس كلها بتتكلم عنه، واجتماع النهاردة لاتحاد الكرة، وإيه اللي هيحصل فيه، الناس مستنية إيه، طب موقف الكابتن إيهاب جلال شكله هيكون عامل إزاي، طب الاتحاد الكرة موجود ولا لأ، مكمل ولا إيه اللي هيحصل، تفاصيل كتيرة. ويمكن هبتديها بالكابتن إيهاب جلال، اللي يمكن هو ثلاث لقاءات، غينيا، إثيوبيا، وأخيرا كوريا، هزمتين وثلاث نقط أمام غينيا. وفي الآخر فنيا أنا مش هقدر أقيم الكابتن إيهاب جلال فنيا، لأن هو برضو الوقت كان صعب، ممكن يكون اتخذ ككبش في ده أيا كان إيه التفاصيل. ولكن عايز أتكلم في جزئية مهمة جدا، أنا دلوقتي كاتحاد كرة مكمل مش مكمل، موجود او مش موجود، لازم اختياراتي اللي جايه، سواء بقى انت كابتن ايهاب جلال هيكون بيرحل عن منتخب مصر وهيتم اقالته النهارده، ايا كانت التفاصيل دي، لما انت تيجي بقى بتعمل خطه، المفروض ما انت بتحط بقى معايير مظبوطه عشان تقدر تطلع بالكره المصريه لفوق، لان انت دلوقتي عندك منتخب اول، منتخب اولمبي اثنين، فانت محتاج دلوقتي مدير فني، هتجيب مدير فني، ايه معاييرك لاختيار المدير الفني؟ معاييرك شكلها عامل ازاي؟ لان انت ما ترجعش تختار مثلا فلان كيروش وتيجي بعد كده تقول اصل هو بيلعب كره دفاعيه، او هيكتور كوبر اصل هو بيدافع، ما هو انت اللي اخترته، انت حدد كاتحاد كوره انت عايز ايه؟ انت عايز تلعب بشكل عامل ازاي؟ عايز منتخب بلدك يظهر بشكل عامل ازاي؟ على اساسه بتحدد المدير الفني اللي انت عايزه. لكن ما تفاجئناش احنا وتفاجئ الجمهور، فتجيب مدير فني هو كرته دفاعيه طوال حياته، وتيجي في الاخر تتفاجئ ان هو بيلعب كره دفاعيه، ما هو مش هيخترع، ما هو انت جايبه وعارف ان هو بيلعب كره دفاعيه. فاهم حاجه تحدد اختياراتك واحتياجاتك شكلها عامل ازاي، طريقه لعبك وشكل لعبك والفنيات والكلام ده كله، لازم انت برضو يبقى في ربط ما بين المنتخب الاولمبي اللي المفروض ده جيل بيسلم جيل تاني، عشان لما يبقى في لعيبه هنا هتكمل المسيره، عشان هو في حاجتين، خطه قصيره الاجل وخطه طويله الاجل او طويله المدى، يعني زي ما بيقولوا، عشان تعرف انت عايز ايه. عايز كاس العالم 2026، دي خطه لسه قدامك شويه عليها وتقدر تشتغل عليها، عندك حاجات قريبه، عندك 23 كوت ديفوار، وعندك حاجات تفاصيل قريبه شويه، فكل دي حاجات لازم انت تكون حاططها في حساباتك وانت بتختار. مش هنقعد نختار على اساس ان ان ان, إن في دولارات في الخزنه ولا لا، وان مين رايح فين، وان مين جاي منين، وهات ده شويه، طب اديله ماتشين وبعد كده يلا شكرا مع السلامه، يجي غيره لا ده بيلعب كره دفاعيه، احنا مش
كفايه بقى، كفايه عايزين نشتغل صح، يعني نعترف باخطائنا عشان نطلع نصحح ونطلع نشتغل صح ونعمل مشروع، نعمل بلان محترم لمنتخب مصر، تيجي كمان 3 4 سنين تقول احنا عندنا منتخب قوي. لان انت دلوقتي بعد خسارتك من كوريا انت هتنزل بالتصنيف شويه حلوين، ما تتفاجئش يعني. بعيدا بقى ان انت منتخب كوريا عملت ماتش ودي عشان وعشان 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 تفاصيل كتيره جدا، واعتقد كلها في الاخر جت علينا احنا. انت بتخسر 4 وحتى يعني خسرت 2، بعد كده كوريا ما لعبتكش قوي، بينزل بيغير شويه تغييرات، عايزين يقول للمدير الفني احنا موجودين، احنا داخلين كاس عالم، احنا كمان هنجيب جونين تانيين وشكرا، وبعد كده ابتدوا يلعبك على الواقف. يعني انت يعني هو ما ضغطش عليك حتى، لان هو لو ضغط عليك كان ممكن يكسب 6 و7 و8 عادي جدا، ما فيهاش اي مشكله. كل دي تفاصيل لازم تتحط في الحسبان، لازم تتحط النهارده وانت بتفكر ايا كان بقى مين، مش بقول مين هيكمل ومين هيرحل ومين ايا كان، انت لازم تحط بلان محترم وتشوف الشكل هيكون عامل ازاي. المدربين المرشحين لخلافه الكابتن ايهاب جلال في حال رحيله اكيد في اكتر من اسم مرهان، واعتقد ان هتبتدي تسمع اسامي كتيره وهتبتدي تشوف حاجات كتيره يمكن النهارده المفروض مستنيينها ومستنيين قرارات مختلفه يعني شويه. هي فكره البلان، احنا دي الحاجه اللي احنا عمالين بنتكلم فيها، ان انت يكون عندك رؤيه او تخطيط انت هتكون بتعمل ايه في الفتره اللي جايه. بنتكلم كمان على ان انت لما يكون عندك اخطاء لازم تكون بتعترف بيها، لان ده بدايه حل المشكله، ان انت تكون عارف ان انت اخفقت في حاجه معينه، ان انت لم تكن مؤهل لحل المشكله دي، ان انت محتاج حد يكون عنده النوهاو ان هو يكون بيصلح جزئيه معينه انت مش قادر تكون بتعملها، ان انت تكون بتواجه نفسك بنقاط الضعف اللي عندك. دي اول حاجه خالص لازم تكون بتحصل. بقى هتكون بتجيب مين؟ اعتقد ان دي اسهل حاجه ممكن تكون بتتعمل، يعني ان انت تكون بتجيب مدير فني وتكون بتفتح قصه السيفيهات وتشوف مين الانسب في الفتره اللي جايه، دي حاجه مش هي الاصعب. ولكن ان انت بقى تبدا تحل المشاكل اللي عندك من الجذور، لان احنا بنتكلم على سنين احنا منتخبنا بلا هويه وسنين بنحاول ان احنا نكون بنظهر بشكل جيد ومش عارفين نعمل ده على فترات، والاداء متذبذب ومؤخرا بقى ما بقاش متذبذب، هو بقى الاداء سيء طول الوقت. فبالتالي انت بتتكلم ان انت عندك مشكله مش بتقتصر على اسم المدير الفني على الاطلاق، لازم المسؤول يعرف المشاكل دي كلها فين ويبدا يحلها. والصبر عند الشارع المصري هيجي اول لما يحس ان احنا فعلا بنشتغل في طريق صح طبعاً. يعني هو دلوقتي ما حدش عارف يديك العطاء بتاع التشجيع والاهتمام وكده، لان هو مش حاسس ان انت بتحل المشكله بالشكل الصحيح. ولكن اول ما يحس ان انت حطيت ايدك على المشكله، ان انت بدات وعملت رسمه ورؤيه واضحه، اعلنتها بشكل فيه شفافيه، عملت خطه على المدى القصير، بعد 3 شهور المفروض ايه اللي يكون بيحصل، بعد 6 شهور ايه اللي يحصل، بعد سنه الناس بتعمل خطه على بعد 10 سنين ايه اللي هيحصل. يعني انت في نماذج كتير طبعا، يعني اخرهم اليس سمع السنغال قعد قد ايه عشان يبقى دلوقتي منتخب بالشكل اللي انت بتشوفه ده. لا، في نماذج كتيره جدا بتقعد فترات، هو مفيش مشروع بيخلص. احنا النهارده عندنا غينيا واثيوبيا، احنا هنكسب الماتشين وشكرا، واللي بعده احنا الحته بحتتها زي ما بيقولوا، ده مش منطقي، ده مش مشروع. والمدير يعني الفني الجديد اللي هيجي، بس عشان برضو نكون منطقيين ايا كان مين الاسم، مش ساحر ومش مفترض ان هو اول ما يجي هنلاقي بقى ايه ده منتخب مصر، ده بقى منتخب تاني، واللعيبه ايه ده جيل ما هو نفس الجيل ونفس القماشه ونفس كل حاجه. فبالتالي الموضوع هيكون بيحتاج وقت، انت بس تكون بتجيب مدير فني جيد يقدر ينفذ لك خطه انت راسمها، وتكون عامل بلان ان الابقاء عليه جزء من خطتك. يعني انت جايب مدير فني بتثق فيه، شايف ان هو هيحقق لك الفيجن او الرؤيه بتاعتك، ما ينفعش بعد ماتشين ثلاثه تمشي. طب ما هنستفيد ايه لو فضلنا كل حد يجي نمشيه ونجيب حد يبدا ولا من الاول هي ولا اي حاجه؟ يعني بالزبط. هي بتلف في دايره مغلقه في الاول وفي الاخر بترجع للحته اللي انت وقفت عندها، بترجع لها تاني. فاعتقد ان ده صعب جدا في فتره جايه انت مستني منها المفروض تشوف بقى حاجه مختلفة يعني، وتشوف مشروع مختلف لمنتخب مصر. خليني أقول لحضراتكم الأسامي اللي كانت مطروحة على الساحة، ويمكن في الساعات الأخيرة سمعنا أكتر من اسم. باتريس بومل المدير الفني السابق طبعا لمنتخب كوت ديفوار، رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ده يمكن معروف للشعب المصري وللجمهور المصري، واحد من أفضل المدربين الحقيقة يعني اللي كانوا موجودين مع النادي الأهلي. واسم كارلوس كروش مرة تانية بيعود للصورة وللمشهد يعني. وبصراحة
مش عارف يعني هل انت لما شلت كارلوس كيروش بعد كده جبت اياب جلال بعد كده رجع له، انا تحس ان انت برضو مش فاهم الحدوته ماشيه ازاي. يعني دي اسماء كتير مطروحه على الساحه لسه مستنيين اللي هيحصل ايه، لسه مستنيين النهارده القرارات هيبقى شكلها عامل ازاي، لان انت كل ده هيتحدد على اجتماع اتحاد الكره المصري النهارده، وهل اللي هيحصل مع الكابتن ايهاب جلال شكله عامل ازاي، لان كل شويه بنسمع برضو كلام كابتن ايهاب جلال تم قالته في مداخله هاتفيه، بعد كده نفى الكلام، بعد كده كابتن ايهاب جلال هيرحل وسافر امريكا، لا بعد كده بيتنفي، فما بقتش فاهم الموضوع شكله عامل ازاي، لحد ما وصلنا اخر الكلام ان احنا هنقعد يوم الخميس ونشوف الحل ايه. فجينا يوم الخميس هنستنى نشوف ايه اللي هيحصل وهيكون الشكل عامل ازاي. اسامي كتيره مطروحه زي ما بقول لحضراتكم، وهنستنى هل فعلا اتحاد الكرة هيكمل ولا لا، لان ده هيترتب عليه حاجات كتيرة جدا. الناحية التانية كابتن ايهاب جلال هيكمل او مش هيكمل، هيتحدد عليه الاسامي اللي كنت بتكلم فيها مع حضرتك. طيب يحيى كان بيتكلم على نقطة ان انت كمان في ارتباط لازم تكون شايفه ما بين مدرب منتخبنا الاول ومدرب منتخبنا الاولمبي، وما ينفعش نكون باصين على كل منتخب بشكل منفصل، لان هي في الاخر المنظومة كلها بتكمل بعضها، فبالتالي احنا عايزين حد يكون مسؤول ان هو بيرسم لك رؤية وشايف الاختيارات والى اي مدى الاختيارات دي بتخدم على بعضها، عشان في الاخر واحنا بنتكلم بعد 5 سنين لا نبقى حاسين ان في فرق. وخمس سنين ده مش كتير في عمر الكورة، الناس بتبني اجيال كبيرة على مدار 5 و6 سنين وبيوصلوا ل10 سنين علشان يكونوا عملوا منظومة في الكورة بتاعتهم متطورة، ويكونوا حققوا ان هم عندهم اجيال بتسلم بعضها، ما بيكونش في جاب ما بين كل جيل وجيل. فبرضو من ضمن القرارات المنتظرة ان يتم الاعلان عليها النهاردة بعد انتهاء الاجتماع الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم، هو اختيار مدير فني جديد لاتحاد الكورة. الرغبة ان المدير الفني للاتحاد يكون اجنبي، وفي برضو اسماء مرشحة مطروحة على الساحة زي الألماني هولمن المدير الفني السابق للأهلي والزمالك، وكمان في حالة عدم الاتفاق مع مدرب أجنبي ممكن يكون البديل مصري، ومن المرشحين برضو الكابتن محمد عبد العظيم. وبنتكلم على الاختيارات دي بالتحديد. طبعا الأسماء الحقيقية أو الأسماء النهائية مفترض تكون بتعلن خلال الساعات اللي جاية، ولكن مهم جدا أن أنت تكون بتجيب برضو مدير فني للاتحاد عارف بالظبط الرسمة بتاعته هتكون عاملة ازاي، عارف هو طبعا مخطط، وعارف هو مين اللي بيحاسبه. يعني ما ينفعش يبقى الشخص اللي جاي مش عارف مين اللي بيحاسبه ومين المسؤول ان هو يكون بيقيمه، لازم تكون حاطط له تارجت كل فتره وتشوف هو حققه ولا لا، هو شغال اصلا على تحقيق الهدف ده ولا لا، لازم يكون في محاسبه طول الوقت لاي شخص مسؤول داخل الاتحاد او داخل منظومه كره القدم الى اي مدى هو جدير بالمكان اللي هو محطوط فيه. طبعا زي ما انت بتقولي مهم جدا، والمدير الفني المفروض ده هيكون موجود للاتحاد يكون ليه دور اكبر شويه من فنجاده، لان فنجاده ما كانش ليه دور العظيم يعني اللي انت تقدر تقول ان هو عمل طفره يعني في الكره المصريه وفي الاتحاد المصري. فنتمنى اللي جاي، انت بتتكلم في جزئيات كتيره جدا، سواء منتخب اول منتخب اولمبي، مين اللي جاي هنا ومين اللي جاي هنا والمشروع شكله هنا عامل ازاي، وحتى لازم اختياراتك صدقني للاتنين مديرين فنيين يكون نفس طريقه اللعب، لان انت الجيل ده هو اللي هيسلم الجيل ده، فانت لازم لما تيجي لو عندك نقص في حاجه هنا هتبص على اللعيبه بتوع المنتخب الاولمبي، لو هم هنا بتلعب بطريقه هجوميه وهنا بطريقه دفاعيه هتلاقي مشكله برضه. فانت لازم تبني مشروع كامل لمنتخب مصر الاولمبي ومنتخب مصر الاول على مدار ال4 سنين اللي جايين، عشان تكون في كاس العالم وعشان يكون ليك شكل وهويه وشخصيه لمنتخب مصر. ده اللي احنا بنتمناه الفتره اللي جايه، ايا كان بقى ايه اللي هيحصل وايا كان ايه القرارات اللي ممكن تكون بتتاخد النهارده، الشكل هيكون عامل ازاي، مين مكمل مين قاعد. في الاخر اللي يهمنا كجمهور مصري كاي حد بيحب الكوره وعايز شكل منتخب مصر يكون مختلف، اتمنى ان احنا نكون ماشيين على التراك الصح بعيدا عن الاسامي تماما. ده بالنسبه لملف وقصه منتخب مصر اولا واخيرا. مرهان بنتمنى الاصلح لمنتخب مصر في كل التفاصيل اللي جايه، في ايا كان المدرب، سواء حتى مدرب مصري للمنتخب الاولمبي، مدرب مصري للمنتخب ايا كان، انا مش بتكلم فكره مصري او اجنبي على قد ما بتكلم على ان انت اديله مساحته بقى واديله المشروع يبني فيه زي ما هو عايز. لازم قبل ما يتم اختيار المدير الفني، لان بشوف دي اخر حاجه خالص في الرسمه، انت لازم تكون باني الرؤيه بتاعتك وعامل الخطه بتاعتك على مستوى فني واداري و
عامل خطه ازاي هتكون الحاجات دي بتتنفذ، وبعد كده تجيب مدير فني انت عارف ان هو هينفذ لك ده. يعني انت لازم تكون راسم الشكل عشان بقى تختار المدير الفني بناء على معايير متناسقه مع رؤيتك. احنا بنبدا بالعكس، ودي برضو اعتقد ان هي خطوه يعني ممكن ما تكونش مثمره قوي، ولكن بالطبع لازم منتخبنا يتم الاعلان عن مدير فني بيترأس القياده الفنيه ليه في وقت سريع. يعني ما ينفعش منتخب مصر يبقى قاعد بلا مدير فني مده طويله، ولكن ان بنتكلم على برضو ان انت بناء على خطتك هتختار المدير الفني، واحنا برضو بنختار مدير فني قبل ما نعمل بلان وقبل ما نشوف احنا الفتره الجايه الدنيا هتكون ماشيه ازاي. بنتمنى ان الفتره اللي جايه نشوف فعلا خطه مرسومه، لانه الانباء اللي كانت بتقال هل فعلا هيستقيل الاتحاد، هل في افراد من اعضاء المجلس بيفكروا في الاستقاله، الحاجات دي كلها بدات تجيب. واعتقد ان يعني الاتحاد برئاسه الاستاذ جمال علام هيكون بيكمل خطته الا لو حصل تغيير في الساعات اللي جايه. فهو لازم بقى يبدا يطلع للناس ويبقى فيه شفافيه، لازم تتكلم مع الناس. فكره ان انت ما بتتكلمش وما بتتواصلش وفجاه تطلع تصريحات وفجاه تتنفي، الحاجات دي كلها الضبابيه دي بتبقى في الكوره بالتحديد ومع جمهور الكوره بتخسرك كريدت كتير جدا. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن باذن الله. المؤتمر النهارده او الاجتماع النهارده يكون بيسفر عن قرارات واضحه وصريحه تقول ان احنا بدانا بشكل او باخر نكون على الطريق الصح. نبعد عن منتخبنا الوطني ونتكلم على مباراة امبارح اللي كنا بنتابعها ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14، الأهلي في مواجهة إسترن كومباني حقق فوز كبير بأربع أهداف مقابل هدف. أعتقد هي كانت مباراة مهمة وثلاث نقاط مهمة. كابتن سامي قمصان في أول المباريات الرسمية بعد مصر بالسلوم كان يعني بيقود النادي على المستوى الفني، ولكن كان لسه بيتسو موسيماني متواجد داخل القلعة الحمراء. بنتكلم عن مباراة امبارح ثلاث نقاط هيكون اكيد الكابتن سامي قمصان سعيد بيهم، لان التنافس على قمه الدوري مشتعل بشكل كبير جدا جدا، وكل نقطه هتكون بتفرق. وكمان توقيت المكسب قبل مباراه القمه يوم 19 او الحد الجاي بالنسبه لاي فريق يعني سواء اهلي او زمالك، انه يكون حاسس انه بيحقق مكسب في التوقيت ده اكيد بالنسبه لهم حاجه مهمه جدا. طبعا تفاصيل كثيره امبارح ومباراه اكيد مهمه للنادي الاهلي بعد فتره من التخبط، يعني بسبب بقى رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني في وقت صعب جدا، تولي القياده الفنيه للكابتن سامي قمصان. اللي امبارح شفنا جمهور النادي الاهلي بيهتف للكابتن سامي قمصان، والحقيقه واحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه في وقت صعب جدا بيتحمل مسؤوليه في وقت مهم. انت راجع خسرت افريقيا، راجع على ماتشات الدوري، عندك لسه المنافسه موجوده، فاعتقد ان كل دي تفاصيل بتضع الضغوطات على الكابتن سامي قمصان، ولكن ان شاء الله يكون قدها. وشفنا امبارح الحقيقه على يمكن هتكلم في نقطتين، وهي تالق طبعا بعض اللعيبه امبارح، وشفنا امبارح الروح موجوده عند لعيب النادي الاهلي بشكل مختلف شويه، وهتكلم عن جزئيه مهمه جدا. هنا بتيجي علاقه المدير الفني باللعيبه، يعني لما رحل بيتسو موسيماني عن النادي الاهلي في خلال الايام اللي فاتت، دايما لما بتلاقي مدير فني بيرحل بتلاقي اللعيبه متاثره شويه، بتلاقي اللعيبه بتكتب زعلانه في تفاصيل كتيره جدا. اعتقد ده العلاقه ما بين اللعيب النادي الاهلي وما بين بيتسو موسيماني ما كانتش افضل حال في الفترات الاخيره، وده اللي انا استشفيته من اللي حصل ومن الاحداث الاخيره اللي حصلت امبارح. العلاقه ما بين الكابتن سامي قمصان ولاعيبه النادي الاهلي، لا، في روح، في تفاصيل كتيره جدا، في تالق للعيبه. واحد من نجوم اللقاء امبارح هو مصطفى شوبير الحقيقه، اللي بعيدا عن اي حاجه وبعيدا عن يعني اي شكل من الاشكال اللي كان ممكن بيتهاجم بيها مصطفى شوبير على مدار الفترات اللي فاتت، هو الراجل مركز، وحط تحت مركز دي 40 خط، لان انت التركيز في حته حراسه المرمى ده مهم جدا. مصطفى شوبير كان مركز في الماتشين اللي فاتوا بمنتهى الامانه مع النادي الاهلي، واقف مشروع حارس مرمى كبير، بيقول انا موجود، مش فكره بقى ان اسمي مرتبط باسم الكابتن احمد شوبير، لا، انا حارس مرمى بعمل اللي عليا، مركز في شغلي.
طلع امبارح، ويمكن مش انا اللي طالع يعني بتكلم او بقول ان مصطفى شوبير حارس مرمى كبير. امبارح كل السوشيال ميديا كانت ماشيه وبتتكلم في نفس الكلام، والراجل كان ترند امبارح على السوشيال ميديا يعني بعد تصديه لاكثر من كوره امبارح كانت صعبه، وعمل ماتش كبير الماتش اللي قبليه لدرجه ان الناس ابتدت تقول عايزين نشوف مصطفى شوبير في الماتش اللي جاي، فابتدى ياخد ثقه الجمهور النادي الاهلي، ودي هتدي له كمان هو كحارس مرمى ثقه اكبر بكتير في اللي جاي يقدر يبني عليه. اتمنى ان انا اشوف مصطفى شوبير موجود في الملاعب، حتى سواء بقى في النادي الاهلي او لو هيخرج على سبيل الاعاره، اتمنى، لان هو مشروع حارس مرمى كبير لو خد وفضل في الملعب والاستمراريه بتاعته بالشكل بالستايل بالاداء بالتركيز اللي هو فيه ده هيبقى مشروع بجد، وهيبقى حارس مرمى كبير جدا. لعيبه كتير تألقت امبارح احمد عبد القادر، والحقيقه هتكلم برضو عن نقطه تانية وهي مشاركة وليد سليمان امبارح وتسجيله الهدف في اللقاء، وقد ايه ان انت وليد برضو واحد من الجيل اللي يعني لو رجعت شوية هو من الجيل اللي قبل كده شوية، وليد سليمان واحد من اللعيبة اللي اكيد عنده رصيد كبير جدا مع جمهور النادي الاهلي، ورؤيته امبارح حتى لو لوقت قليل فهي سعادة لجمهور النادي الاهلي بيسجل امبارح، والحقيقة واحد من اللعيبة اللي دايما بنحب نشوفه. يمكن خلاص هو هيعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري، ولكن هو أدى وأعطى الكثير والكثير للنادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي، فعشان كده دايما بتلاقيه طول ما هو موجود في الملعب بتلاقي جمهور النادي الأهلي مبسوط وفرحان وبينادي على طول باسم. 3 نقاط غاليين امبارح للنادي الأهلي في توقيت صعب، ولازم تبني في التوقيت الصعب ده، لأن انت لو أي دروب في التوقيت ده ممكن يهزك شوية، ولكن الكابتن سامي قمصان الحقيقة أدار اللقاء زي ما هو عايز وعرف ياخد اللي هو عايزه من اللقاء امبارح. يعني الروح اللي يحيى بيتكلم عليها كمان اللي كانت متواجدة عند لعيبة النادي الأهلي، أنا بشوف إنه أي وقت ممكن يكون مدير فني بيرحل بغض النظر عن علاقة اللاعبين دي، بيفرق معاهم كمان إنه في حد جاي جديد وفي مدير فني مؤقت دلوقتي، أنا لازم أثبت نفسي، لازم أعمل كل اللي أقدر أعمله علشان ده هيكون بيديني فرصة لو أنا ما كنتش بشارك أشارك بشكل أفضل. فهنلاقي عدد كتير من اللعيبة اللي ممكن ما كانتش في أفضل حالاتهم، لا بيعودوا مرة تانية لمستواهم، بيظهروا بشكل جيد، وأعتقد كمان يعني استعدادا لمباراة القمة هتلاقي أكتر من لاعب داخل اسوار النادي الاهلي هيكون بيحاول يجتهد بشكل كبير جدا علشان يكون ليه دور في المشاركه في مباراه مهمه زي دي بتدخل في تاريخ اي لاعب ان هو يكون مشارك فيها. فبنتكلم على وضع بشكل عام يعني كان بالنسبه للنادي الاهلي في مباراته امبارح، وال3 نقاط الغاليين جدا جدا باداء اعتقد كان مرضي كمان بالنسبه لجماهير النادي الاهلي بتالق لاكثر من لاعب وروح موجوده داخل الملعب، واعتقد دي اكتر حاجه بتفرح الجماهير ان هو يحس ان اللعيبه اللي في الملعب اللي لابسين التيشيرت اللي هو بيشجعوا بيموتوا نفسهم وبيستميتوا، وان هم عندهم روح، وان هم لما بيجيبوا جول بيبقوا عايزين يجيبوا واحد تاني وتالت ورابع، ولو دخل في شباكهم هذا بيبقوا عايزين يعوضوا بسرعه. دي السخونه دي عند اللعيبه والروح دي هي اكتر حاجه بتكون بتخلي الجماهير مبسوطه وراضيه عن الفريق بتاعها. بنتكلم على مستر بيتسو موسيماني اللي كان فيه طبعا في الفترات الاخيره على مدار فترات اخيره تصريحات كتيره جدا لمستر بيتسو موسيماني، والحقيقه كمان رحيل المدير الفني الجنوب افريقي للنادي الاهلي يعني بالرغم ان كان في ناس متضايقه من تصريحاته، متضايقه من بعض التفاصيل، بيقول لك بياخدوا راحه كتيره، ما بيلعبوش ماتشات وديه، كان في حاجات بيتم انتقادها، ولكن لازم نقول انه رحيله ما كانش عليه اتفاق بنسبه 100% من قبل جماهير النادي الاهلي. ناس كتيره لا كانت بتفضل ان هو يكون بيكمل، اتليست يكون بيكمل لنهايه الموسم، شايفين ان هو يستحق ان هو عمل ارقام مميزه، وهو بالفعل عمل نتائج مميزه جدا جدا مع النادي الاهلي مضيئه بالنسبه له في السي في بتاعه، ولكن بشكل عام الوضع كان يعني انتهى بشياكة، مفيش أي حاجة، العلاقة طيبة فيها تقدير ما بين الطرفين، هو كان بيفضل الرحيل، وده كان باين كمان من تصريحات من وكيلة أعماله وزوجته أنه لا يعني مستر بيتسو موسيماني ممكن يكون موجود في اي نادي، ممكن هم عندهم خطه شايفين ان هم ينقلوا بقى تشابتر جديد ممكن يكون بيضيف اكتر لمستر بيتسو موسيماني. يعني بغض النظر خلونا برضو نقربكم اكتر، ان امبارح كان في لقاء او في فيديوز بتطلع من تصريحات ولقاء لمستر بيتسو موسيماني نزل على صفحه النادي الاهلي الرسميه، ودي حاجه برضو لازم نشيد بيها وبتؤكد فكره العلاقه الطيبه. غير مجبر النادي الاهلي ان هو يكون بيعمل بوست على صفحته الرسمية لمديره الفني السابق
فده حصل. وصراحة التصريحات محترمة جدا. موسيماني قال أنا بشكر الكابتن الخطيب لأنه آمن بيا، وقال كمان موسيماني أن في البداية طبعا وأنا بشكر الرئيس أو رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب الإحضاري لنادي الأهلي اتخذ قرار بتعييني، وهو قرار ممكن في عدد من الناس ما كانوش بيفضلوه، ولكن هو آمن بيا. قال كمان ان فترته في الاهلي كانت فرصه كبيره بالنسبه له، وتدريب الفريق الكبير ده، الاهلي هو اكبر فريق في القاره. قال محدش اجبرني على الرحيل عن النادي الاهلي، وكمان اضاف محدش يعني فكره ان هو محدش بيكون بيجبره عن الرحيل عن النادي الاهلي، وان هو بيحترم كل اللاعبين. ومن جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الاداره وكل الافراد اللي موجوده داخل النادي الاهلي، اتكلم موسيماني كمان عن اللحظه الاسعد ليه داخل النادي الاهلي، وقال ان اهم حاجه كانت من انجازاته اللي حققها وكانت ديربي القمه ما بين الاهلي والزمالك في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. الخساره ما كانتش ينفع تحدث في هذه المباراه ديربي القرن، وهي كانت فرصه مش هتتكرر في حياتنا مره ثانيه. كمل كلامه وقال ان هو في جنوب افريقيا مش بيحظى بالاستقبال اللي بيشوفه هنا في مصر. قال في مصر ما تقدرش تمشي خطوتين او ثلاث خطوات من غير ما تلاقي حد بيحييك او حد عايز يتصور معاك. ده عندي في جنوب افريقيا في بلدي مش بيحصل معايا. فدي تصريحاته، والحقيقه كانت تصريحات محترمه جدا من قبل المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي بيتسو موسيماني، والتقدير الواضح ما بين الطرفين. واعتقد ده احلى سيناريو ممكن يكون بيحصل. في الاخر هي كوره، وفي الاخر هي رياضه، واتفقنا او ما اتفقناش المفروض ان ده يعني ما يعملش مشكله. فده اللي حاصل الصراحه في السيناريو ده، واعتقد في معظم السيناريوهات المتعلقه بنادي الاهلي والمدير الفني مع رحيله بيكون الموضوع حاصل بشكل يعني هادي. طبعا يعني زي ما انت قلت يا مريان، يمكن التفاصيل كانت ماشيه بشكل ما كانش فيه اللي انت ممكن تقول كان فيه مشاكل. كان فيه خلافات طبيعيه ما بين بيتسو موسيماني وما بين مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط في بعض الامور الفنيه داخل النادي الاهلي، ولكن حتى زي ما كانت بتتكلم مريهان ما كانش الكل يعني متفق على رحيل موسيماني بنسبه 100%. حتى لما كنت بتسال الناس موسيماني يقول لك هو الراجل محقق بطولات مع النادي الاهلي، وهو لما طلع اتكلم موسيماني قال ان الموضوع صعب هنا لان جمهور النادي الاهلي عايز على طول بيكسب اي مباراه وبيكسب اي بطوله، وده عامل ضغط كبير جدا على بيتسو موسيماني. ايا كان هيكون بيرحل عنده بقى تجربه جديده في اي نادي تاني، هنشوف الكلام رايح فين. ولكن هو في الاخر رحل عن النادي الاهلي في توقيت طبعا بشوفه صعب جدا، توقيت ممكن ليه حسابات كتيره جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط، ولازم يكون في البديل في وقت يعني قليل جدا عشان تقدر تكمل موسم لسه انت تعتبر في منتصف الموسم. يعني هنشوف اللي جاي هيكون شكله عامل ازاي، وده سؤال حلقتنا النهارده اللي هيكون من خلال اللعبه. سؤالنا النهارده ايه، مين الاقرب لتولي القياده الفنيه للنادي الاهلي بعد رحيل بيتسو موسيماني؟ شايف مين؟ اسامي كتيره ممكن تكون بنسمعها برضو زي ما بقيت بتسمع اسامي كتيره لتولي القياده الفنيه لمنتخب مصر، سامعين دلوقتي اسامي كتيره لتولي القياده الفنيه للنادي الاهلي طبعا بعد بيتسو موسيماني. هنشوفه اكيد، هنستعرض اجابات حضراتكم في اخر الحلقه النهارده. طبعا ده ملف برضو من الملفات اللي بتشغل أذهان النادي الأهلي وجماهيره بشكل عام، والتفاصيل الخاصة ممكن تكون بتظهر في الفترات اللي جاية اللي بتتعلق بمين المدير الفني القادم للنادي الأهلي. ومع ذلك الكابتن سامي قمصان وأعتقد كل كوادر النادي الأهلي لما بيتحطوا في الموقف ده بيكونوا حاضرين وبقوة، إن هم يكونوا بيجوا في توقيت صعب، بيكون عندهم هدف عايزين يحققوه، بيكون عندهم طموح كبير عايزين يحققوه. والتوقيت بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة للكابتن سامي قمصان، لا هو في ضغوط كتيرة جدا. الخسارة كانت في دوري الأبطال مش السيناريو الأمثل، عندك مباراة قمة خلال أيام قليلة، عندك مدير فني بيرحل، وكان في برضو ضغوط محطوطة على نادي الأهلي بالشكل كبير، والملف أصلا بيتعلق بملعب المباراة النهائية. يعني في أكتر من حاجة ممكن تكون عاملة شوية أكشن كده، ولكن في الآخر الفريق على المستوى الفني، ودي أهم حاجة، أنك تفصل ما بين أي مشاكل كإدارة
ما توصلهاش وما تحسسش اللعيبة ان هو في مشكلة عشان تفضل تاخد منهم انتاج كروي منطقي جدا جدا، يكون ما بيتأثرش اللاعب بأي مشاكل حاصلة خارج المستطيل الأكبر. طبعا نتمنى أكيد كل التوفيق لكل الأندية المصرية، ولسه عندنا استكمال للدوري المصري، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للأندية المصرية. نروح للتصريح وتعليق، معايا تصريح من الكابتن علاء عبد العال بعد انتهاء المباراة امبارح بالخسارة بأربع أهداف مقابل هدف، ولما اتكلم في المؤتمر الصحفي واتسأل الكابتن علاء عبد العال رد يعني ما اعتقدش ان هو ان انت كمدير فني داخل مؤتمر صحفي، فانت عارف ان انت داخل مؤتمر صحفي عن المباراه، ولكن كابتن علاء قال انا مش في المود ومش هتكلم في فنيات، والاهلي ما هددش مرمانا كتير، ودايما تصريحات الكابتن علاء عبد العال بتكون يعني مثيره للجدل على السوشيال ميديا. امبارح البعض كان منتظر تصريحات للكابتن علاء بعد المباراة في بداية المؤتمر الصحفي، قال زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم كده أنا مش في المود ومش مش عايز أتكلم فنيات الحقيقة، وده طبعا يعني أثار الجدل على السوشيال ميديا، لأن المؤتمر هو أنت داخل مؤتمر صحفي مفروض مدير فني بيتكلم فيه عن فنيات، مفيش حاجة تانية يتكلموا فيها أصلا، يعني يتكلموا في هو في الآخر تتكلم عن فنيات على فكرة طبعا طبيعي. يعني هو بس هو بدأ كلامه أنه مش عايز يتكلم عن فنيات، وأعتقد ده بيبقى حالة من الغضب ممكن من الضغوطات، هو على سجيت والله كابتن علاء يعني لو قال انا مش في المود، اللي هو كانه قاعد مع ناس صحابه مش عايز اتكلم بالظبط. خسران أربعة الراجل، فاكيد مضغوط واكيد متاثر نفسيا، فعشان كده بدا الكلام اللي هو يا جماعه انا مش في المود، يعني ممكن انا اقول لمريم مش في المود مش هكمل، انا ما كمان مش في المود، احنا ممكن نكتب دلوقتي انا وياك. فهي نفس الفكره يعني، ولكن كابتن علاء طبعا مدير فني كبير وعامل نتائج كويسه مع استرن ومطلع وعنده اكتر من لعيب يعني منورين، فاعتقد لما تطرق بعد كده واتكلم فنيا قال ان هو كان ليه ركله جزاء صحيحه، وان الكابتن ابراهيم نور الدين كان لازم يرجع للفار عشان يحتسب ركله الجزاء، وعارف وبيتكلم ان الهدف الاول تسلل، وقال ان هو لاعب كره قدم وشايف ان هو المباراه يعني ما كانتش فيها فرص كتيره للنادي الاهلي، برضو دي جزئيه بعيده شويه لان انت الاهلي كسبان اربع اهداف اكيد مضيع، فاعتقد يعني ان كل ده بيقول ان هو كان ضغط، يعني اتكلم كمان عن خط هجوم الاهلي بلعب بالكامل وما عندوش اي غيابات، وحذرت اللعيبه بتاعتي ان دايما خلي بالك من فلان وفلان، واي لعيب عنده حلول فرديه، ودايما هي ما هو هي دي تصريحات المدير الفني لما تبقى خارج من لقاء خسران وعامل اداء مش افضل حال، بتبقى شايف دايما بتشوف بقى ان انت ايه السلبيات اللي موجوده عندك، بتبتدي يا مريم تتكلم في جزئيه ان اللعيبه ما كانتش بتهدد المرمى كتير، ان الاهلي ما كانش موجود، كان ليا ضربه جزاء، كان ليا ضرب، دايما هي دي الحاجات اللي ممكن بتبقى في المؤتمر فيها جدل على طول. يعني احنا بنتكلم انه طبيعي كابتن علاء، وواضح جدا من حتى اول حاجه قالها لو انا مش في المود، وحتى كمان من قبل الماتش كان تصريحاته المتعلقه ان المباراه ما يكونش فيها لعيبه دوليه زي ما تم الاتفاق عليه في الفتره اللي فاتت ما بين النادي الاهلي وفريق او نادي ايسترن كومباني، فهو كان طمعان في الثلاث نقط، ودي حاجه هو قالها ان هو حاسس انه النادي الاهلي عنده بعض الغيابات عناصر أساسية زي مثلا في مركز حراسة المرمى، فهو كان عايز يستغل دي فرصة ان هو يكون بياخد ثلاث نقط، وكمان بقى راح يفيد موسيماني وان هو في تغيير في الجهاز الفني، فهو كان حاسس ان ممكن تكون فرصة ليه ان هو ياخد الثلاث نقط، فهو قال كده بالظبط، قال يعني الاهلي كان موفق ولكن انا كنت طمعان في الثلاث نقط وحابب ان انا اكون بحصل عليهم، واي فريق هيكون بيلعب قدام النادي الاهلي ونادي الزمالك والاندية الكبيرة يكون طول الوقت عايز يكون بيحقق نتيجة إيجابية عليهم أو بيحرجهم، ده يعني طموح مشروع عند أي فريق، فاللي حصل امبارح لأن النادي الأهلي كان حاضر وحاضر بقوة، حتى لو عنده بعض الغيابات قدر أنه يكون لعبته بتظهر بشكل جيد، وقدر أنهم يكونوا بياخدوا ثلاث نقاط مستحقة من فريق إسترن كومباني. بعيدا بقى عن الأخبار على المستوى المحلي، نروح لتصريح تاني من بيريز رئيس نادي ريال مدريد، قال إمبابي أبلغني بقراره برسالة على
التليفون، ولكن انا ما اهتمتش لان ما فيش اكبر من نادي ريال مدريد. ده التصريح اللي قاله فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لبرنامج الشيرينجيتو. قال امبابي لم يقم بخيانه ريال مدريد، هو اعلن مسبقا للكل ان حلمه هو اللعب في صفوف ريال مدريد، وباريس سان جيرمان رفض عرضنا في شهر 8 اللي فات، وهو ما جاش بسبب الضغوط السياسيه والاقتصاديه. امبابي بلغني بقراره بمسج بعتها لي على التليفون، انا ما اهتمتش لان ما فيش اكبر من ريال مدريد، وانا مش مهتم دلوقتي ان هو يكون امبابي عندنا في النادي، هو اصبح غير مغري بالنسبه لي، واللي تعاملت معاه دلوقتي غير اللي انا تعاملت معاه زمان، اصبح مغاير امبابي عن من تعاملت معاه من قبل. كبر الموضوع والدنيا باظت والعلاقات اتدمرت. بوظ العلاقات ما بين مدريد وما بين باريس سان جيرمان بسبب مبابي وبسبب فلورنتينو بيريز، ولكن هو دي التفاصيل الحقيقيه. يمكن هو مبابي كان بيتكلم ان هو نفسه يروح ريال مدريد، وبنسمع ان مبابي عايز يروح مدريد وكلام كتيره جدا كتير جدا، ولكن في الاخر الامور الماديه هي اللي حسمت صفقه مبابي. من خلاص يعني حاسس ان هو انت ما قدرتنيش يعني عشان الفلوس. قبل الهوا غير بعد الهوا، مرهنا علاقتنا خلصت. نطلع فاصل. انا مش في المود، انا مش عايزه اتكلم معاك. مش قادرين نطلع فاصل، مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. مشاهدينا بجد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم. نبتدي اخبارنا كالعاده بأون فاير نيوز. البدايه مع اخبار نادي الزمالك، وتوصل نادي الزمالك لاتفاق مع المدير الفني الاسباني ماتيو جيرالدا لقياده الفريق الاول لكره اليد خلال الفتره اللي جايه، ودخل الزمالك في مفاوضات مع جيرالدا خلال الفتره اللي فاتت عشان يكون موجود مع فريق اليد، واشرف المدير الفني الاسباني خلال الفتره الاخيره للمنتخب التشيلي لكره اليد، وشهد معاه تطور بشكل كبير جدا. اكيد بنتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم. لسه بنستكمل اخبارنا فيما يخص نادي الاتحاد السكندري، بقى نروح ليه، وبنتابع برضو قياده فنيه جديده اعلن عنها نادي الاتحاد السكندري واتمام الاتفاق رسميا مع المدرب الصربي بريزيتش المدير الفني للاتحاد السكندري او الاتحاد المنستيريا التونسي، عشان يكون بيتولى قياده الفريق في كره السله داخل النادي في الموسم الجديد. قاد المدير الفني الصربي الاتحاد المنستيري للتتويج لقب بطوله افريقيا لكره السله في 2022، يكون متواجد طبعا داخل الاتحاد السكندري. نادي الاتحاد السكندري بيستثمر بشكل كبير جدا في كره السله، وتاريخه كبير جدا جدا جدا، فبالتالي هي من الرياضات اللي بتجلب ليها البطولات مش بس على المستوى المحلي، لا على المستوى كمان الافريقي بيبقوا ماشيين بشكل جيد. فبالتالي هنشوف بقى مدير فني جديد هيكون قادر يحقق ايه مع الاتحاد السكندري في السله. نستكمل اخبارنا، ودايما الملف اللي فيه جدل على طول في اي مباراه في اي حاجه دائما وابدا الجدل التحكيمي، فخطوه لتطوير التحكيم المصري، واعتقد كنا بننادي بيها بقالنا كتير قوي، ان انت محتاج تطور منظومه التحكيم المصري. هتطورها ازاي؟ ان انت يكون في خبير تحكيمي اجنبي يجي يشتغل مع الناس اللي موجوده عشان تقدر تطلع. هي على فكره هي نفس الجزئية اللي بتتكلم فيها مع منتخب مصر، بان انت بتبني مشروع. هي المنظومة التحكيمية محتاجة تفاصيل كتيرة قوي، وده اللي ابتداه خلاص دلوقتي بيبتدي يشوف خبير تحكيمي اجنبي عشان يكون موجود. كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، وقرر مسؤول اتحاد الكرة استمرار كابتن عصام عبد الفتاح في منصبه كمسؤول اول عن التحكيم حتى نهاية الموسم الجاري. وعرفنا انه من ابرز المرشحين ان في كذا اسم مترشح عشان يكون موجودين، ومارك كلاتنبرج هو الانجليزي اللي يعني ابرز اسم مترشح يكون موجود، عمل قبل كده في الاتحاد السعودي وبقى من اقوى المرشحين لاداره التحكيم المصري عشان يكون بيطور من منظومه التحكيم المصري. شيء مهم جدا، خطوه مهمه جدا، اتمنى حدوثها في اسرع وقت عشان تكون بتطور وتكون بتبعد عن كل شويه فكره الـ 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 الأخطاء التحكيمية اللي بقت موجودة في كل العالم. الأخطاء التحكيمية موجودة ولكن النسب هي اللي بتفرق. أتمنى أن يكون في تطوير دائما وأبدا للمنظومة التحكيمية. نتمنى أن احنا نكون في أفضل حال بالنسبة للتحكيم، ما نبقاش عندنا الأخطاء نسبة وتناسب
بعيد قوي عن بعض، يعني ما بقاش اخطائك 70% و30% وتقول لي اصل الاخطاء وارده في كره القدم. اخطاء وارده، ولكن النسب هي اللي ما تبقاش وارده بالرقم الكبير ده. فنتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله يكون عندنا منظومه تحكيميه مختلفه مرهان، ودي يمكن خطوه كنا بالنادي بيها وبنتكلم عليها على طول. بس كويس ان هي بتحصل، ما ينفعش بعد كل جوله في الدوري او في اي ماتشات محليه كاس ايا كان يبقى عندنا قصة على خطأ تحكيمي ونقعد بنتكلم فيها وموضوع يكون كبير. ما ينفعش تكون بالنسبة لأندية كتير قصة التحكيم دي شماعة ان انت لما بتخسر بتحطها على التحكيم. لازم تكون بتقفل الملف ده خالص ويكون الموضوع في الإطار المنطقي كأخطاء تحكيمية، ما يكونش عددها زيادة عن المنطق، علشان ما ينفعش يكون ده عذر طول الوقت بنستند اليه. وما ينفعش فعلا الحكام يكون عندهم اخطاء بتبدو واحنا بنتفرج من التلفزيون واكيد عارفين ان هم موقفهم صعب، ولكن بقى موجود فار. احنا الاخطاء التحكيميه عندنا مع الفار كتيره جدا، وطريقه استخدام الفار ومده وقوف المباريات برده بتبقى مش منطقيه، يعني برده عندنا شويه مشاكل. نتمنى ان الخبير التحكيمي اللي هيكون متواجد في الفتره اللي جايه وبرده ده هيكون بيبان تفاصيل اكتر عنه بعد انتهاء الاجتماع الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم، مين الاسم وهيكون ايه دوره بالظبط والتايتل بتاعه كمان هيكون ايه، ده كله هيبان خلال الساعات اللي جايه. اكيد تفاصيل كتيره جدا على مستوى منتخبنا الوطني، على مستوى مباراه القمه كمان اللي احنا على اعتابها، وكمان بالنسبه لملف اللي بيتعلق بالاتحاد المصري لكره القدم، تفاصيل كتيره جدا فيه. منظومه الكوره محتاجه ايه؟ احنا بعاد الى اي، احنا بعاد الى اي مدى ممكن نكون بنرجع مره ثانيه لمكاننا؟ بينضم الينا واحد من نجوم مصر والنادي الاسماعيلي كابتن اسامه خليل. صباح الخير على حضرتك يا كابتن ومنورنا كالعاده. اهلا بيك يا مريهام، اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك يا يحيى. كابتن اسامه صباح الفل على حضرتك وكالعاده بتنورنا يا كابتن مصر. الله يخليك يا حبيبي. حبيبي يا كابتن، يعني انا هاخد الجمله الجميله اللي قالتها. اتفضل. اتفضل. لا خليك خد الجمله الجميله اللي انا قلتها. اللي قالتها مريهام. ما انا هقولها لك اهو، لان انا متهيألي هو ده لب الموضوع اللي احنا كلنا بنفكر فيه حاليا. المنظومه الكرويه المصريه محتاجه ايه النهارده؟ خلي بالك هنا الاجابه غير تقليديه. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا كم مرة يا مريهام يا يحيى انا جيت معاكم بتكلم على اخفاقات المنتخب المصري في السنين الاخيرة؟ لو انتوا عدتوها كده مش اقل من 10-15 مرة. صحيح. ونفس الكلام بيعاد ونفس الافكار بتعاد. لكن احنا ايه اللي محتاجينه النهاردة؟ محتاجين عناصر جديدة قوية في من المجتمع المصري لديها القدرة على رسم استراتيجية وعلى تطوير حقيقي. أنا النهاردة لما أجي أتكلم على الكرة المصرية هبتعد تماما عن الأسماء التقليدية، هبتعد تماما عن كل من شارك في هذا المحفل الكبير المسمى باتحاد كرة القدم المصري وأخفق، وأصبح الآن سواء كان بيشتغل إعلامي أو بيشتغل في التحكيم أو أيا من المسميات، لازم أبتعد لازم أبعد الكرة المصرية عن عدم الاعتماد على آراء هذه الشخصيات. النهاردة مثلا لما أجي أتكلم مع حضراتكم أنا بتكلم وعايز أطرح، عايز أطرح أسماء قوية رائعة في المجتمع المصري لديها القدرة على التغيير ولديها القدرة على المواجهة وليها باع كبير في الكرة المصرية وباع كبير في تطوير الكرة المصرية. هاخد كمثال لما اجي اتكلم على المهندس سامح فهمي، شخصية أكثر من رائعة وكلنا نعلم جيدا تأثيره على شركات البترول اللي كانت مشاركة في الأندية الدوري المصري. والنهاردة الرجل لديه أفكار رائعة وأنا حقيقة سعيد جدا أني دايما أتحاور معاه. ليه؟ لأنه أولا فاهم كورة، ثانيا لديه خبرات كبيرة، لديه تجارب كبيرة في الكرة المصرية من ناحية بناء فرق كروية بأسلوب احترافي. فأنا إزاي أبتعد عن كل هذه الشخصيات اللي أنا أخذت منهم مثال المهندس سامح فهمي وابتدي أفكر مع الأفكار التقليدية اللي للأسف الشديد المجتمع المصري تعب منها. فلان النهاردة بينظر في برنامج لأن عنده مساحة في هذا البرنامج يتكلم زي ما هو عايز، لكن هي نفس الأفكار تعاد. فأنا بقول لمريهام وبقول لليحيى إحنا فعلا المنظومة محتاجة تغيير جذري،
بشخصيات جديدة لو كنا فعلا احنا بنتكلم صح وعايزين نطور من نفسنا. وأنا بوجه هذا النداء لزميلي وأخي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لابد أنه يبتدي يفكر في كرة القدم بأسلوب مغاير تماما عن الإعلام الانتمائي وعن الإعلام اللي عامل دوشة وبيطرح أسماء وبيطرح شخصيات، ومع احترامي الشديد لكل هذه المعطيات، ولكن لابد من التغيير الصحيح، وهذا هو التوقيت. مش عيب ان احنا على الاقل نقعد سنتين ثلاثة نطور من انفسنا عشان نعود مرة اخرى اقوياء، مش عيب ابدا. صح. ليه؟ لان احنا عندنا انهيار. حضراتكم بتتكلموا في الفقرة عن التحكيم، يبقى ما اجيبش بقى انا خبير بروفيشنال وذا بروفيشنال منتاليتي، بعقلية احترافية. صحيح. واجي الاقيه بيتعامل مع هواه وبيتعامل مع ناس في اتحاد الكرة ما لهمش علاقة بمفهوم الاحتراف. هو ده حقيقة، وأنا قصدت أن أنا أتكلم في الموضوع ده بداية عشان نبتدي الحوار. كابتن أسامة، يعني هبتدي معاك من نفس النقطة ومن نفس اللي حضرتك بتتكلم بيه، وهو اتحاد الكرة المصري. والنهاردة يمكن مستنيين قرارات لاتحاد الكرة المصري، والأقرب أو اللي طالع يعني واللي سمعينه هو كابتن إيهاب جلال مش مكمل، لسه مش عارفين إذا كان الاتحاد المصري هيكمل ولا مش هيكمل. رأي حضرتك في ده إيه؟ وهل الكابتن إيهاب جلال اتظلم؟ وهل فعلا منتخب مصر محتاج مدير فني أجنبي الفترة اللي جاية عشان تقدر تبني زي ما انت بتتكلم على 3-4 سنين جايين، أو كابتن إيهاب جلال يكمل المشروع اللي هو لسه بدأه، ولكن بدأه مش البداية الأفضل لأي مدير فني؟ يعني من وجهة نظر حضرتك إيه الأفضل يا كابتن أسامة؟ يا يحيى، مشروع إيه يا يحيى؟ خلينا نتكلم بمنطقية أكتر. النهاردة طبعا إيهاب جلال لا يصلح، مع احترامي الشديد ليه، على فكرة إيهاب جلال كان أحد لعيبة النادي الإسماعيلي أثناء ما أنا كنت أتولى مسؤولية المدير الفني للنادي الإسماعيلي سنة 95، وأعلم جيدا شخصيته. فبالتالي النهاردة هاخد مثال، وحقيقة أنا ناقشت الموضوع ده برضو مع المهندس سامح فهمي، أن إزاي المدير الفني المسؤول مش قادر يواجه الناس النهاردة ويقول لهم والله أنا هرجع مصر بعد أسبوع. الله، ده الشارع المصري بيغلي النهاردة. يبقى هنا أول سمات شخصيته عدم القدرة على المواجهة. يبقى إزاي ده أنا أعتمد عليه وأبتدي أديله مسؤولية بحجم كرة القدم المصرية والمنتخب القومي الكبير علشان خاطر يتحمل مسؤولية هذا الفريق، وهو النهاردة بيهرب، مش قادر يواجه ومش قادر يرجع، فقال لهم والله أنا مسافر مش عارف أمريكا ولا مش عارف رايح فين. هذا لا يصلح، لازم نواجه بالواقع. ده حاجة. الحاجة التانية، لما أجي أتكلم فنيا بقى عن ما حدث في ماتش أثيوبيا، إزاي أنا أغير 3 لعيبة من أكتر اللعيبة يعني لياقة قبل نهاية الشوط الأول، من لعيبة النادي الأهلي اللي كان منهم من السلية وطلع، وبعد كده ابتدينا الشوط الثاني بكوارث أكتر. طبعا ده خطأ فني تكتيكي عالي جدا، يقع مسؤول الأول فيه المدرب الفريق إيهاب جلال. إزاي النهاردة الاتحاد الكورة بقى، إزاي النهاردة آجي أعمل مباراة ورايح كوريا واخد فيها 100,000 دولار وأنا عندي نجم النجوم محمد صلاح لوحده بس بيعمل في اليوم 100,000 دولار محمد صلاح؟ فهنا معناه أن طموحاتنا إحنا قلت جدا، طموحات الكرة المصرية من خلال قرارات الكرة المصرية اللي بتطلع من الجبلاية لا تتناسب مع طموحات المجتمع المصري. ودي نقطة مهمة جدا. انت رايح تلعب مباراة في كوريا وبتاخد فيها 100,000 دولار وفرحان، وعندك أحسن لاعب في العالم تهديفيا بياخد لوحده بس في اليوم 100,000 دولار. هنا كان لازم تستفيد بالخاصية دي، وتستفيد لما اجي اقعد بقى نيجوشيشن على الترابيزة وابتدي. صح. اعمل اتفاق بحجم كبير بحجم منتخب مصر، يبقى لازم افكر في المعطيات دي. ازاي النهاردة ابتدي ادي مسؤولية لمدرب ملوش اي خلفية مع اي اندية جماهيرية كبيرة قادرة على ان يواجهها اثناء الهزيمة لما فرقته بتخسر ولا حاجة، دايما بيهرب. ازاي ندي؟ فين التفكير؟ فين رجال اتحاد الكرة؟ فين الجبلاية؟ فين الطريقة اللي بيرسموا بيها سياسة وطريقة بينتقوا ويختاروا فيها الشخصيات اللي بتشتغل؟ منعدمة للأسف، منعدمة.
فتيجي النهارده استنى اتحاد الكوره عشان هيطلع بقرارات. هقول لك يا يحيى، هقول لك يا مريهام، النهارده اتحاد الكوره هيطلع بقرارات، وانا بقول لكم مسبقا حاليا هيطلع بقرارات يتوه بيها الشارع الكروي المصري، مش هيطلع بقرارات جذريه. هم مش هيمشوا ولا هيقول لك احنا ممكن نمشي، هيقول لك خلي المشكله تموت نفسها او خلي الوقت يموت المشكله. ما ينفعش، ما ينفعش، لازم وزير الشباب والرياضه يتدخل ونبتعد عن نغمه التدخل الحكومي. كره القدم النهارده اصبحت امن قومي. النهارده شوف الشارع المصري النهارده قد ايه في احباط بعد مباراه اثيوبيا والمباراه اللي قبلها المباراه كوريا، يعني بعد اثيوبيا. فهنا معناها ان الشارع المصري محبط. طيب لما الشارع المصري محبط معنويات الناس هابطه، مش ده امن قومي؟ وظيفه الدوله ايه؟ ارتفاع معنويات المواطن المصري من خلال احساسه بالبرايد، احساسه بالعزه، احساسه بالفخر. النهارده انت بتعود شعبنا وبتعود ولادنا على انهم ينهزموا. ليه؟ لان سيادتك قاعد في الجبلايه بتعمل قرارات عشوائيه وبتعين ناس ملهاش اي بعد استراتيجي يطمئن الناس على الاقل ان هناك شيئا ما سيحدث بنظره مستقبليه. انت نزلت بطموحاتك من انك مشيت كيروش وامكانيات كيروش الهائله، وانتوا تعلموا جيدا انا قد ايه كنت واقف مع الراجل ده ومنصر ليه حتى في اسوأ ازماته، لان اعلم جيدا انه ذو فكر عالي. تمام، واعتمدت النهارده على مدرب مصري ما عندوش اي خلفيه، مع احترامي الشديد ليه طبعا، ولكن انا بتكلم على المهنيه، بتكلم مش مساله بقى ان انا بدي فرصه لمواطن مصري، لا، ما انا ادي فرصه لمواطن، بس لازم على الاقل انتقي، وعلى الاقل ابتدي افكر هيفيدني ازاي، افكر في سماته الشخصيه، التركيبه الاجتماعيه بتاعه مدرب منتخب مصر ايهاب جلال لا تصلح للقياده. في ايه بقى اكتر من كده؟ وانا المدرب، مدرب كنت بدربه وعارف بالظبط شخصيته ماشيه ازاي. لكن لما اجي اتكلم على مصر هنا بقى تعالوا بقى نقف ونتكلم بالورقه والقلم ونتكلم منطق. طيب كابتن اسامه، خليني اسال حضرتك، يعني انا شايفه انه اخر مشكله ممكن يكون بيعاني منها منتخبنا الاول هو تحديد هويه المدير الفني، يعني دي حاجه سهله وكل يوم لو عايز تجيب مدير فني جديد ويلعب ماتشين ويمشي دي حاجه مش اختراع، ولكن انت بتتكلم على استراتيجيه، فاحنا علشان نكون بنعمل استراتيجي نمشي عليها توصلنا في الاخر ان المدير الفني اللي يجي ده يعرف يعمل حاجه. احنا في الاخر الدنيا زي ما حضرتك قلت للاسف عندنا فيها عشوائيه كتيره وقرارات مش بتكون مبنيه على يعني مثلا رؤيه او فيجن او خطه مرسومه. احنا كمان كنا بنتكلم انا ويحيى في بدايه كلامنا على انه لازم يكون في ارتباط كبير ما بين اختيار المدرب او المدير الفني للمنتخب الاولمبي والمدرب كمان والمدير الفني لمنتخبنا الاول، لان دول في الاخر جيلين بيسلموا بعض ولازم يكون في تناغم ما بين طريقه لعب المنتخبين. هل حضرتك تتفق معانا ولا لا؟ وهل تتفق برضو معايا في قصه ان المدير الفني مش هو المشكله؟ احنا عندنا مشكله اكبر وموجوده في الجذور بشكل اكتر. ابسولوتلي رايت يا مريهام، انا متفق معاكي تماما في كل كلمه حضرتك قلتيها مع يحيى. ليه بقى؟ لان النهارده لازم اعمل فصل، ايه هي مميزات المدرب الاجنبي وايه هي مميزات المدرب المصري. هنقول المدرب المصري علشان من المجتمع وعارف وعارف طبيعه اللاعب ولا اخره، لكن عندي عيب خطير جدا، المدرب المصري انتمائي. انتمائي بمعنى ايه؟ انه لازم يخضع لاي من الانديه سواء كان اهلي او زمالك. هنبعد بعيد ليه؟ ايهاب جلال نفسه جاي من بيراميدز، عدد كبير جدا من لاعيبه بيراميدز فجاه بقوا في منتخب مصر. هنا الانتمائية وانك انت بتعمل لويالتي وبتعمل تكبير للجهة اللي انت شغال فيها علشان تضمن مكان بعد ما تبطل مع منتخب مصر ترجع له تاني. هنا مرفوض، عشان كده انا بقول ودايما اقول المدرب المصري لا يصلح لتدريب كرة القدم من ناحية الفرق الجماهيرية الكبيرة ومن ناحية منتخب مصر. ليه؟ لانه فكره انتمائي، والفكر الانتمائي هنا بيجر وراه بقى اعلام انتمائي، فاصبح ليه مناصرين ضد مناصرين، اعلام انتمائي.
فمين الخاسر؟ الخاسر الكرة المصرية، منتخب مصر. عشوائية في الاختيارات، مجاملة في الاختيارات، محسوبية في التعامل، نيمت يعني أشياء كثيرة جدا. لكن تعالي بقى لمدرب أجنبي، المدرب الأجنبي لديه القدرة على أن يعمل لينجح، وبيعمل كل ما في وسعه علشان ينجح. مش معناها كده انه يبقى انتمائي، ما عندوش فكرة عن النادي ده ايه والنادي ده ايه والشخص ده ايه ومين هنا ومين هناك. هو جاي علشان كل تركيزه عايز يعمل فرقة وينجح بيها. هنا اديله فرصة، وهنا اللي عمله كيروش. هم كانوا زعلانين ليه من كيروش؟ لان الاعلام الانتمائي مش على هواهم ان كيروش قرر ان بعض من اللعيبة لا يصلحوا المنتخب المصري، وهذا الاعلام الانتمائي كل فكره ازاي يساعد النادي بتاع اللي هو بينتمي ليه من خلال تواجد لاعبيه. مشكلة كبيرة، ده للأسف it's ridiculous، حاجة تحزن. لكن لما ادي بقى المسؤولية لمدرب اجنبي بانتقاء، هنا لابد من وجود عناصر محترفة تقود الكرة المصرية، لابد من وجود عناصر لديها خبرات التعامل مع الكرة العالمية، لابد من وجود عناصر ذكية تعرف إزاي تسوق الكرة المصرية بأسلوب يتناسب مع حجم وجماهيرية الكرة المصرية. النهاردة مش مقبول إن الدوري السعودي بيتصرف عليه كذا والمردود بتاعه أكثر من 10 مليار جنيه. يعني شركات الإعلامات والإعلانات والدعاية والكلام ده طبعا يهمهم إنهم يشتغلوا. لكن تعالى بقى عندي النهاردة تسويقيا، النهاردة للأسف الشديد اتحاد الكرة بياخد كام؟ 300-400 مليون في السنة، بتوزع 65% رايحين للنادي الأهلي، 20% رايحين للزمالك، 15% رايحين لكل أندية مصر. وتقولي لي في كرة في مصر؟ بالقطع لا. النتيجة إيه؟ النتيجة إخفاقات النادي الأهلي. النهاردة كلنا عارفين طبعا ما حدث مع الوداد وخسرانه لبطولة كأس أندية إفريقيا. النهاردة منتخب مصر خسر من كأس العالم، والله أعلم هيكمل في إيه بالنسبة للأدوار التمهيدية علشان كأس الأمم الإفريقية. كل دي إخفاقات ليه؟ غياب العدالة. مين بقى اللي هينظم العملية دي؟ هينظم الموضوع ده عقليات محترفة بعيدة كل البعد عن، ودي في غاية الأهمية، الانتماءات اللي كانت بتحصل في الكرة المصرية سابقا، وتكون نظيفة اليد وتكون سمعتها طيبة. والأسماء كتيرة، وأنا ذكرت منهم أحد الأسماء، وذكرت منهم شخصية أنا أتصور وجوده في هذا المكان هيعمل تطوير وهيعمل تفريغ رائع ودم جديد في الكرة المصرية. نتمنى دائما وابدا يا كابتن اسامه الاصلح لمنتخب مصر وللمنظومه الرياضيه بشكل كامل. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الاسماعيلي كابتن اسامه خليل اللي دايما بينورنا وبيشرفنا كالعاده في صباح اون تايم. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل نواصل. بنجدد الترحيب مرة تانية بحضراتكم مشاهدينا، وخلونا نبدأ بعض الأخبار عن النادي الأهلي. رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم داخل النادي الأهلي منح لاعبي راحة سلبية من التدريبات الجماعية بعد الفوز امبارح على إيسترن كومباني بأربع أهداف مقابل هدف في المباراة طبعا اللي كانت مؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري المصري الممتاز. بيستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش في الجزيرة بداية من النهاردة الصبح الخميس، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري ممتاز. وبيدخل الأهلي معسكر مغلق يوم الجمعة، ده اللي أكده الكابتن سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني استعدادا لمواجهة الزمالك. طبعا أكيد يمكن مواجهة مش سهلة، مواجهة صعبة على الفرقتين يعني سواء أهلي أو زمالك. بتتكلم هنا في حاجات وغيابات وتفاصيل، والناحية التانية نفس الكلام ضغوطات، ففي المواجهة مش هتكون سهلة. امبارح في مباراة الأهلي وإسترن واحد من اللعيبة اللي دايما حظهم يعني أنا بشوفها طبعا هو قدر الله ما شاء فعل وكل التفاصيل اللي بتحصل، ولكن هو حظه شوية
ما بيلحقش يكمل مع النادي الاهلي. وفي بعض اللعيبه على فكره مش بس يمكن محمود متولي واحد من اللعيبه اللي خرج امبارح في الدقيقه 60 مصاب كده ماسك رجليه، لسه هيكون بيعمل اشعه عشان يكون بيتحدد مدى اصابته شكلها هتكون عامل ازاي. بنتمنى له طبعا كل التوفيق يرجع مره ثانيه. لسه كنا بنقول مبسوطين ان في نقاط ايجابيه في النادي الاهلي، عوده محمود متولي، تالق مصطفى شوبير، في اكتر من نقطه ايجابيه، ولكن متولي بعد يعني على طول لعب لقاء في الثاني مسك رجليه هيعمل اشعه ان شاء الله. بنتمنى له باذن الله كل التوفيق كده يرجع مره ثانيه، وتكون الاصابه حاجه بسيطه مش حاجه كبيره، ويكون بيرجع في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى السلامه للاعب، وباذن الله تكون الاعلان يعني من قبل الجهاز الطبي للنادي الاهلي مع بعض الفحوصات الطبيه تكون حاجه بسيطه، وتكون عودته مره ثانيه سريعه للملاعب. طيب خلونا نروح لتفاصيل بقى برضو من داخل نادي الزمالك وبعض الاخبار المتعلقه بيه. واحد من نجوم نادي الزمالك طبعا طارق حامد، وبقاله فتره غايب، وحتى مع عودته مش بيشارك بشكل فيه استمراريه في الفتره الاخيره. كان اللاعب بيسافر لاسبانيا علشان حاسس ببعض الالام في الركبه، وده طبعا يعني توقيته بالنسبه لمجلس اداره نادي الزمالك صعب شويتين. احنا بنتكلم ان يوم الاحد طبعا نادي الزمالك حابب يكون بيخوض مباراه القمه بكامل قوته وبكل اللاعبين الكبار اصحاب الخبرات، واللي طبعا من ضمنهم طارق حامد. ولكن خلينا نقول لكم ان داخل مجلس اداره نادي الزمالك وتحديدا رئيس النادي المستشار مرتضى منصور في حاله غضب بعض الشيء من غياب اللاعب او تاخر اللاعب عن العوده مره ثانيه للقاهره وتواجده مع الفريق، خاصه وان اللاعب كان وعد الرئيس نادي الزمالك بالعوده مره ثانيه منذ ايام، وده كمان اللي خلى يعني يبقى في حاله غضب واستياء بتزيد بعض الشيء، علشان ميعاد عودته ممكن يكون بيتاخر عن اللحاق بمباراه القمه. هل اللاعب جاهز ولا لا؟ طبعا دي تفصيله يعني المفروض تكون باينه، ولكن في اطار ان لو المجلس اداره نادي الزمالك فعلا حاسس بضيق ان اللاعب ما بيرجعش عشان يكون بياخد اللقاء، فمن المفترض تكون الاشعه او الفحوصات الطبيه بتؤكد جاهزيه اللاعب للمشاركه، وهو مش يعني ما جاش او ما رجعش عشان يكون بيشارك في مباراه القمه. فده هيبان، هو المفروض ان عودته تكون يوم 19 يوم الاحد اللي جاي، واكيد يعني مش باين برضه هيكون في القايمه ولا لا، هيرجع الصبح هيشارك بالليل، بس هو كده ما بيشاركش في التدريبات بقاله فتره طويله، فمش هيكون جاهز حتى فنيا وبدنيا طبعا. زي ما انت بتتكلمي مرهن، اعتقد حتى لو انت بتتكلمي في طارق حامد ان هو يرجع، لا ما اعتقدش ان هو جاهز يعني. فت هو غايب بقاله كتير جدا ويمكن تفاصيل كتيره، وكان طارق امبارح طلع كلام، وبعد كده بينزل طارق على السوشيال ميديا ان هو يعني التفاصيل الكتير واللي خلى الناس تتكلم عن فكره عدم وجود طارق حامد في التمرين لفترات معينه، بعد كده الراجل طلع قال مصاب، دلوقتي هيرجع امتى مش هيرجع امتى، ولكن اعتقد بنسبه كبيره جدا جدا تتخطى ال 99% هو مش موجود في لقاء القمه يعني. طيب قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك مع طبعا البرتغالي فيريرا ان هو يخش معسكر مغلق يوم السبت اللي جاي، وهيستعد اكيد لمواجهه النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين اللي هتكون يوم الاحد الجاي ان شاء الله ضمن منافسات الجوله ال 20 في مسابقه الدوري. فضل الجهاز الفني للزمالك مواصلة التدريبات على ملعب النادي خلال الأيام اللي جاية، وأنه يدخل معسكر مغلق قبل المباراة بيوم واحد بس. وأعتقد زي ما كنت بتكلم مباراة مش هتكون سهلة بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة للنادي الزمالك كل، ودايما على فكرة لقاءات القمة يعني ملهاش حسابات تماما يعني، ممكن يكون نادي الاهلي في اسوأ حالاته، وبتلاقي المباراه اهلي وزمالك بيقدم مباراه كبيره جدا وعظيمه جدا، الناحيه الثانيه نفس الكلام، فهي ما لهاش معايير، ما تقدرش تقول ان المباراه ممكن تكون الكفه في اتجاه الاهلي او الزمالك عشان موسيماني مش موجود فالزمالك هيلعب اريح، ما فيهاش يعني، هي مستحيل تقدر تتوقعها لانها ليها دائما وابدا معايير مختلفه. نتمنى ان احنا نشوف لقاء باذن الله يليق باسم الكره المصريه وباسم قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك. برضو استكمالا الاخبار المتعلقه بالمباراه اللي جايه، بينتظم لعيبه نادي الزمالك الدوليين في تدريبات الفريق النهارده على ملعب النادي في 100 عقبه في اطار الاستعداد لمباراه الاهلي المقرر ليها يوم الاحد اللي جاي. كان البرتغالي فيريرا منح اللاعبين الدوليين راحه من التدريبات امبارح بعد عودتهم من كوريا الجنوبيه بعد خوض المباراه الوديه مع منتخبنا الوطني، وهيكونوا بيعودوا مرة تانية للانتظام في التدريبات، ده طبعا في إطار الاستعداد لمباراة يوم الأحد أمام النادي الأهلي.
طبعا واحد من اهم اللعيبه اللي بشوفهم يعني واحد من اهم مفاتيح فريرا في نادي الزمالك وصاحب الحلول الفرديه في وسط الملعب هو امام عاشور. انتظم امام عاشور لاعب الفريق الاول لنادي الزمالك في التدريبات الجماعيه وان هو ان شاء الله يكون بيرجع باذن الله. يمكن امام خرج من قائمه المنتخب المصري في مباراه كوريا الجنوبيه كان مصاب، ولكن امبارح التدريبات شهدت كده عوده امام عاشور، واعتقد ان هو يكون موجود في مباراه القمه يوم الحد ان شاء الله. طيب لسه مكملين مع حضراتكم، عندنا تفاصيل ولكن بعد الفاصل نكمل حلقتنا. مشاهدينا بجد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم، ونروح للاخبار العالميه من عند النجم البرازيلي المخضرم داني الفيج اللي قرر الرحيل عن صفوف برشلونه الاسباني، وقررت اداره النادي الكتالوني عدم تقديم عقد جديد ليه خلال الفتره اللي جايه. ونشر داني الفيج رساله وداعيه عبر حسابه على انستغرام، واوضح فيها انه مش هيجدد مع برشلونه، وقال ان هو طبعا قد ايه يعني انت بتتكلم في واحد من نجوم برشلونه، وقال اعزائي مشجعي برشلونه الان حانت لحظه وداعنا، كانت اكتر من 8 سنين، يمكن واحد بجد من اهم اللعيبه اللي كانوا في برشلونه خلال الثمان سنوات اللي فاتت، اعطى الكثير والكثير، واحد من نجوم يعني كاتالونيا اللي دايما كان الجمهور بيهتف باسمه. فهو الراجل خلاص يعني شايف ان هو دلوقتي مش هيكمل، هو دي اخر موسم ليه مع برشلونه، مش هيقدر يكمل اكتر من كده، النادي مش هيجدد له، ولكن يظل دائما وابدا هو اسطوره من اساطير اكيد نادي برشلونه. طيب ارقام كبيره جدا يعني، واحنا بنقول اساطير وارقام، فاحنا واحنا بنستعرض ارقام داني الفيش مع برشلونه هتحس ان انت ايه ده، هو ازاي عمل كل ده، ومش ناس كتيره بتتكلم عن اسطوره داني الفيش بالارقام الكبيره دي مع فريق برشلونه. لعب معاهم 404 مباراه، سجل 22 هدف وصنع 104 هدف، فبطولاته مع فريق برشلونه الدوري الاسباني حققه في 6 مرات، كاس ملك اسبانيا 4 مرات، السوبر الاسباني 4 مرات، دوري ابطال اوروبا 3 مرات، السوبر الاوروبي 3 مرات، وكاس العالم للانديه 3 مرات. يعني مفيش حاجة حققها مرة، يعني كل حاجة بتبقى بعدد كده وبالجملة ألقاب. يعني هيكون بيرحل واعتقد ناس كتيرة جدا من جماهير فريق برشلونة هيكونوا متأثرين جدا بفكرة رحيله عن صفوف الفريق، لأنه كان واحد طبعا من رموزه ونجومه وأصحاب الكاريزما المميزة جدا جدا من اللطافة والهزار، واعتقد دي حاجة بقت بتفرض نفسها دلوقتي. كلام عليا كلام عندنا قلبي. الكاريزما؟ كاريزما وهزار وشياكة. لا مش انت خالص، انت مش حاسس ان ده بعيد كل البعد؟ حسيت ان الكلام ممكن يكون ملمس معايا، فعشان كده قلت يمكن لعل وعسى اطلع انا يعني. لا مستر يحيى قلبش انت اعلى من كده بكتير. خلاص بقى دي خليتي فيها قلبش ولا حاجه. احنا بنيجي على قبل ميعاد الختام بيبقى خلاص يعني فكره طاقتنا لبعض بتنتهي، فنختم حلقتنا كالعاده باجابات سؤال اللعبه النهارده، فايكم مين الانسب لخلافه مستر بيتسي موسيماني به تدريب النادي الاهلي، ونبدا مع اول الاجابات. حمد رجب بيصبح عليك يا يحيى. صبح عليا. صباح الفل عليك. بيقول انا في رايي ان هو يكون مدرب اجنبي ويا ريت يكون فايلر. تحياتي اهلاوي وافتخر. زياد هاني بيصبح علينا من المحله. صباح الفل زياد. اتمنى البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق، ما اعتقدش كابتن سامي هيكون بيكمل. كابتن سامي اعتقد هو بشكل مؤقت يعني لحد بس ما يجي مدير فني اجنبي. بدر الحاج بيقول روي فيتوريا برضو البرتغالي، ويعني واضح ان هو من الاسماء المطروحه يعني. احمد محمد كتب والله يا ريت الكابتن سامي يكمل. يعني دي كانت بعض اراء الناس على تويتر مين اللي يكون بيكمل بعد بيتسو موسيماني القياده الفنيه للنادي الاهلي. مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من صباح اون تايم، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وكالعاده زميلتي المتالقه دائما وابدا في كل الاطلالات مريهان عمرو بشكور. اطلاله النهارده اعتمدت فيها على لوك بسيط علشان يوم صباحي. عامله شعر عند كذا، عامله شعري اكستنشن رموش، حاجات بسيطه كلها، مش عايزين نديكم تفاصيل اكتر من كده. تقبلوا تحياتنا مشاهدينا، ونلتقي معاكم باذن الله على راس الاسبوع. الى اللقاء.